بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله تعالى غادي نشوف واحد الشيء كيتعلق بلي كاركتر ديال فصل لا اتش تي ام ال. كنلاحظوا ان بزاف ديال لي دوكيمون لا اتش تي ام ال كيكونوا فيهم دي بروبليم, كيكون فيهم دي بروبليم او نيفو ديال التكست اللي كاين فصل او الكونتوني. بزاف المرات كنلقى اذا درنا مثلا شي طرح هكا او لقينا او لي كاركتر سبيسيو اون جينيرال, كاع لي كاركتر سبيسيو كنستخدمو كنلقاو دي بروبليم. جو ديراكتيزك راح دوك عطينا هاد البروبليم بهاد الشكل هذا. اذا باش نيفيتو هاد لي بروبليم كاين عندنا جوج ديال الطرق. كاين الطريقه الاولانيه هي الكوداج اللي كنا شفنا في وسط الميتا, كنبريسيزي الكوداج لي بيت يو تي اف ويت او لا على حسب الكوداج. وهاد الطريقه ديال الكوداج حتى هي ما كتستجبش داكشي لا شي ام ال, كان كيبقاو دي بروبليم. باغ اكزومبل فاش كنبغي ندير سوبيريور او لا انفيريور كيوقع عندي مشاكل تخلط بين واش هاد انفيريور نتاع شي باليز او لا. اذا كيكون دي بروبليم باش نيفيتي هاد لي بروبليم كاين واحد الشيء سميتو اتش ام ال اونتيتي. فهاد لا شي ام ال اونتيتي كاينه قاعده باش نجيب هاد لي كاركتر اللي بيخلقوا لي بروبليم. اي كاركتر بتخلق ليها مشكل باغ اكزومبل انفيريور سوبيريور اند هاد لي زيكون بهاد الشكل هذا دولار اي سي ار اي ام, كاع هاد لي كاركتر لي غادي يخلقوا لي هاد لي مشاكل هذا في وسط الدوكيمون كاين كود نتاع اتش ام اي اتش ام ال اونتيتي كتلقى لي الحل لهاد المشاكل. الا بغيت نانسيري واحد ليليمون او واحد الكاركتر عن طريق اتش ام ال اونتيتي كاين عندي دو شوز, كاين عندي دو ميثود برينسيبال. اول طريقه هي كندير اند, هذه اول طريقه, ثم كنتبع السميه ديال لونتيتي. لاحظنا فوا كندير اند انا ندير عندي هاد النافيغاتور او لا فونات لي ديتر كيعطيني بزاف تاوع لي تعطيني كاع السميات لي ممكن يكون. اذا نعطي باغ اكزومبل مثلا بهذا الشكل هذا, اذا كندير اند كنعطي السميه نتاع لونتيتي ثم بوان فيغ. اذا نسيت هاد السميه بازا نشوف الضيزو ثلاثة تاعنا. اذا لاحظنا هاد ايكغيك بهذا الشكل هذا, ايكغيك بهذا الشكل هذا الى بغيت نكتبها في الدوكيمون كنستخدم اند ثم ايكغيك وكنكتب هاد السميه بهذا الشكل لي بوان فيغ. هادي الطريقه الاولانيه. نديرو مثال اخر مثلا اند ثم السين اللاين باي اكزومبل. نجي ندير اكتواليزي شوف لاحظنا عطانا هاد الكاركتر كبر خطاشي عطاني كاركتر بهذا الشكل. اذا هادي الطريقه الاولى باش نقاد بحال هاد لي كاركتر اولا باش ناجوت واحد الكاركتر عن طريق اتش تي ام ال. طيب كاينه طريقه اخرى اللي هي هاد السنتاكس الثاني. قلنا الطريقه الاولى كندير اند ثم سميه تاع لونتيتي ثم بوين فيغول. الطريقه الثانيه كندير اند دياز الرقم نتاع لونتيتيز ثم كنعطي بوين فيغول. نعطي واحد ليكزومبل باغ اكزومبل كندير اند ثم نعطي دياز ثم نعطي شي رقم مثلا نعطي مثلا 166 باش ثم بوان فيغ ثم ندير اكتيفيزي. كنلاحظو عطانا العلامة تاع تكب الروحات. اذا هادي طريقة. نعطيو مثال اخر كندير تبع هاد لا غيكل كندير اند ثم دياز ثم نعطي رقم نتاع هاد الشيمين اونتيتيز 3 6 4 باغ اكزومبل بهذا الشكل. ثم ندير اكزومبل كن اكزيكيت في الشيء كنلاحظو عطاني هاد الدولار هاد الاورو بهذا الشكل. اذا هذا هو البرينسيپ نتاع اتش ام ال اونتيتي. هنا كاين بعض ليكزومبل مثلا الى بيت اتش بيت اسباس مثلا كندير هاد اتش ام ال هاد اتش ام ال اونتيتي ليكيفالون ديالو هو هذا. علاش نعطيكم مثلا اكزومبل بزاف كنحتاجو لهاد الاسباس. افترض مثلا معايا بيجي كتب هاد واحد بريك اتش ام مثلا جي دابا كملنا هاد السميه بهذا الشكل. طيب نجي ندير واحد بزاف ديال السباسات هنا ثم ندير افيشي. كنلاحظ ان لا شيم ان واخا كندير هاك شي بدون معنى ان لا شيم ان قال لي بزاف ديال السباسات كيعتبرهم اسباس واحد. اذا باش نقاد هاد البروبليم هذا غادي نستعمل باش شيم ان اونتيتي زول هادي يعاوني. اذا كل اشيم من هذا الشكل هذا كيعطي اسباس.
اذا هذا عدد كبير ديال السباسات من هنا كيمكن ليا باش نخرق او لا نفورسي على القاعده نتاع لاشيمي ندير انتراكت فيزي كنلاحظ حصلت هذا السباس هذا عن طريق الشيمي انتيتي اما بهذه الطريقه او لا ممكن كذلك نستخدم لاباليز اللي كنا شفنا من قبل تاج بري. اذا هنا كاين بعض لي زيكزامبل قلنا اسباس مثلا لاشيمي انتيتي اما بهذا الرقم اما بالرقم واما بالنمبر نفس الشيء ثم مثلا نجيو ندير اكتيليزي نفس الشيء تشاجع مجددا ثم مثلا بنزيد اكبر من اصغر من عفوا اكبر من ثم اللي بتزيد لكم اند ثم اللي بنزيد سي بهذا الشكل هذا بنزيد لكم اتلكم هذا الشكل هذا ثم اور ثم كبر. اذا هذا هو السنتكس نتاع او لا الفكره والطريقه نتاع اشي ميم هانتيتي. بالنسبه اللي بغى يعرف بزاف لي زانفورماسيون على اشي ميم هانتيتي او لا ليست نتاع كاع لي كاركتير وبالكود اشي ميم هانتيتي ديالهم ممكن يرجع الريفيرونس تاع اللي هو هاد لادريس يمشي www.3schools.com/tags-ref-entities.isp هنا غادي يلقى كاع لا ليست ديال ال HTML نتاع ال HTML entities سمية لي كونت ثم السمية ثم الكود. الى هنا الفكرة نتاع ال HTML entities بدات تضبط. غادي نكتفي بهذا القدر هذا حتى ندرس اخر ان شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.